الزمالك هيحل ازاي مشكله القيد بتاعت شيكابالا؟ هيدفع، ما الفلوس لازم تدفع، فلوس لازم تتكلم فتره زمنيه خلاص بتاعت البطوله العربيه، بس الفلوس دي معروفه من زمان، من زمان جدا يعني، ملهاش حل يعني. ايه الحل؟ انك تدفع. طب هتدفع وهتجيب صفقات ازاي وبتاع؟ مشكله. انا فاكر زمان شيكابالا كان بيتقال انه بياخد 1000 جنيه في السنه، فاكر انت القصه؟ فاكر. عشان الفلوس بتاعته بتتاخد عشان تدفع في الغرامه بتاعته. بص انا برضه عشان ما اعملش زي الناس يعني، انا طبعا كلنا عارفين الموضوع ده، بس انا التفاصيل برضه، ما انت التفاصيل برضه. طب ايه دي الحاجات اللي هيكشف عنها وحيد بس هو شيكابالا. شيكابالا خد بالك الكلام ده من 2014. ايوه طبعا طبعا، متابعين. بتتكلم في مشكله بقى بياخد العقد والكلام ده. لا المشكله بقى 8 9 سنين. فده انا لازم اما اتكلم في حاجه زي دي يبقى الورق تحت ايدي او الكلام ده، عشان برضه انا ما اقدرش اتهم في حاجات تفاصيل حاجات ماليه اللي بقى كله تحت ايدي. لكن طبعا كلنا عارفين قصه ان هو ما بياخدش عقد. لا ما بتتهمش، انا بقول كلام. ما انا اقول لك كانت الفلوس دي اتاخدت مش كانت اتسددت وخلصنا. ما انا بقول لك طيب، ما هو ده اتهام. طب الفلوس دي فين؟ انا اقعد اخش في، لا فهي في حاجه في دايره، مش في قصه مش واضحه. بس بقى انا عايز اعلق بس قصه امام عاشور، عشان امام عاشور انا في رايي ان ما كانش فيه كوبري ولا حاجه، ان امام عاشور رجع وتسال ميدو صديقك وعبد الواحد صديقك. ده رايي ولا خبر بالنسبه لك؟ لا انا بقول انا ما يعني رايي شخصي ولا انت خبر؟ ما خبر ايه؟ انا بقول لك اسال ورايا يعني في الاخبار، معلومات. جه النادي ثلاث اربع مرات وجي وكان عايز يرجع. رجعوني. فلا ما رجعهوش. ليه؟ ليه بقى هم اللي يسالوا فيها؟ طبعاً. الفلوس بقى كتير اللي مش عارف ايه، لكن هو جه ورجع وكان عايز، ولغايه اللحظه دي زي ما انا قلت لك قبل كده. بس ميدو ليه تصريح برضه امبارح قال انه الزمالك ما عندوش قدره ماليه انه يرجع معشور. طيب ما انا بقى انت دلوقتي بتجاوب على اللي انا بقوله، ما رجعوش ليه؟ ان ما عندوش القدره. الفلوس جت واتصرفت خلاص، ما عندهمش الفلوس حتى لو على سبيل الاعاره. لكن هو قصه انه جه وعايز يرجع، وجي قاعد مع اللعيبه، وجي بيعمل استشفاء مع اللعيبه والكلام ده، وانا في المدرج، وانا زمالك، وانا مش زمالك، والكلام ده. لا جه كذا كتير ومش عايز يرجع. فهي قصه بدات بعد كده. قصه الاهلي الاول كان نمره واحد بالنسبه له، بوبو في الحته دي، بوبو نمره واحد. فيوتشر طلب حاجات خياليه. الاهلي دخل اللي بقول لك والله معلومات. الاهلي عاوز يدخل في امام عاشور. النقطه المشكله كانت في ايه؟ الاهلي فمش عايز يدخل في حاجه كنت ضمانه 100% والناس تضحك عليه في الاخر. يعني انت عندك شك ان قصه ممكن تخلص في الاخر؟ لا خلاص، الاهلي ما بيطلع حتى يسربها خلاص، يبقى ايه؟ في جيبه. هو بيهيئ الراي العام في جيبه. فالاهلي كانت المشكله الاساسيه فيه ايه؟ ان بعد كده يقعدوا مع امام عاشور. اي لعيب بيقعد مع اي حد يعني، لعيبه الاهلي والزمالك دول قعدوا مع مصر كلها، وفي الاخر بياخد قراره، فيقعد معاه ويتفقوا كل حاجه، وفي الاخر وهو يستغل الاهلي في ان هو يرجع الزمالك بقى على حصان ابيض والكلام ده. الاهلي كان دي اللي كانت بتخليه يقدم رجله واخر رجل. لا الزمالك بيبعد واللعيب بيقرب وتاكده وبتاع، وقد كان وخلصوا القصه. انا شايف ان القصه احتراف 100%. امام عاشور من افضل لعيبه في مصر، وهيقعد 7-8 سنين مكسر الدنيا، هيعمل تاريخ كبير قوي مع الاهلي. طب عندك اخبار عن ميركاتو الزمالك؟ لا يعني انا بكلمك عن شورت اللي عندك اخبار. لا يعني عشان بس خلاص، انا خلاص. لا بلاش خلاص، انا اصلا لا انت قطعت كلام. خلاص لا خلاص لا عندك اخبار؟ لا انا بقول لك حاجه، انت يعني مش فاهم. يعني عمال اقول لك امام عاشور، وانا مش عمال اقول معلومات وراح وجه. ايوه ما لا انت ما عنديش اخبار. خلاص على امام عاشور ما عنديش اخبار. هل لا يعني انا عايز اقول مفيش محدش يجي يقول لي في مبادئ بعد كده في الكوره. مبادئ؟ مفيش حاجه اسمها مبادئ. مبادئ ايه يعني؟ انت دلوقتي انت خدت احسن لعيب، ما تجيش. مفيش حاجه اسمها مبادئ في كره القدم. مين خد احسن لعيب؟ هو امام عاشور افضل لعيب، من افضل لعيبه في مصر. خده من مين؟ خده من اللي خده. وانا بتكلم على انا مش فاهم قصدك ايه يعني. مش قصدي ايه؟ لا انت فاهم قصدي. انت بتقول خد احسن لعيب بس مفيش مبادئ. يعني انا بقول لك يعني ما تقولش في مبادئ في الكوره. اللي دخل مبادئ في انه خد، ما انا بتكلم. ايوه انا لعيب شتمهم. هو مش شتمهم، شتم النادي الاهلي واعتذر خلاص. انت شايف ان ده كفايه؟ ما اصل ما كانش لعيب في الاهلي. انت شايف ان ده كفايه؟ لا اصل ما كانش لعيب في الاهلي يعني حضرتك شايف ان ده كفايه؟ يعني هو شيكابالا ماليش دعوه بشيكابالا. شيكابالا مش وحش. لا شيكابالا انا بكلمك يا عم. الزمالك وحش، انا بكلمك على الاهلي. الاهلي الوحش. الزمالك عنده مبادئ. لا 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 الزمالك وحش. انا بكلمك دلوقتي على كده. يا فندم انا بكلمك على الاهلي. انا بعتبر الكلام على المبادئ الكتير ده يا سيدي. انا بكلمك ان مفيش حاجه اسمها مبادئ في الكوره. ده مش عيب،
ما فيش حاجه اسمها بقى ما فيش مبادئ. قال انه عيب ومش عيب المبادئ. انضمام امام عاشور للاهلي للاسف القصه دي يا فندم. لحظه واحده بس. لا امام عاشور، لكن انا بكلمك امام عاشور تقول لي اخبار صفقات الزمالك ايه؟ لا رمضان ده على حدث امام عاشور يا فندم. طب وماله؟ ما امام عاشور ما دخلش المبادئ. ايه اللي دخل المبادئ؟ امال ايه؟ لعيب كان بيلعب في نادي يعني كده صح؟ واخطا. اخطا؟ اه لعيب لعب في النادي واخطا. طب ورمضان صبحي عمل ايه؟ هو مش مؤمن زكريا ربنا يشفيه يا رب. كان في تيشيرت الزمالك. طب ما هو كان في المصري بيبوس تيشيرت. طب ما هو انا قلت لك الزمالك. طب ما هو وكهربا مش كان في الزمالك. وانا قلت غلط. طب ماله؟ طيب الراجل اعتذر. قال انا بعتذر لكابتن وليد سليمان. يعني انت شايف ان دي يعني دي كفايه؟ وبعتذر كفايه ونص. لا انا شايف ان دي بتنسف. لا محدش كلمني في مبادئ. لا 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 انت مش عايز تتكلم على الاهلي خالص. لا يا فندم اقسم بالله ما عايز تتكلم على الاهلي. لا والله اصل لعيبه الكوره. هو انا دلوقتي اصل الكوره مش ملايكة. احنا مش عايزين في الجنة بس. خلاص كرة. خلاص ما تقوليش ملايكة. يبقى مفيش ملايكة في الكورة بقى. لا محدش قال في ملايكة. لا في ملايكة. بس انت لما تخطب وتعتذر خلاص الموضوع. ان في ملايكة في الكورة. لا مفيش ملايكة. بس هو اخطأ واعتذر. مفيش ملايكة في الكورة. بعيد عن قول يلعب في الاهلي او ما يلعبش. هو الراجل اخطأ في حق الكابتن وليد سليمان واعتذر. اه. اتكلم وفي حق كابتن صلاح سليم. واعتذر. واعتذر غنى طب اشمعنى هو الحضري ما اعتذرش؟ هو رمضان صبحي ما اعتذرش؟ ابن النادي. الحضري او رمضان صبح دول متربيين جوه النادي. طب ايه؟ طب ده ادعى. ده ادعى. ده مش لعيب في النادي. ليه هو عمل ايه؟ طب رمضان صبحي عمل ايه؟ يعني انت لما يكون جارك رمضان صبحي عمل ايه؟ رجعت اعتذر غير ابنك. رمضان صبحي عمل ايه؟ رمضان صبحي عمل ايه؟ الحلقه الجايه بقى. يعني على فكره انا مش ضد اقسم بالله. انا قلت ده افضل لعيب. لا لا افضل لعيب. لا بس عشان باش انا ضد الاهلي. انا فاهم بس المهندس عادل القيعي عامل تصريح. طبعا انا ممكن اقعد سنه على ما يطلع على الشاشه. يعني ممكن انا اختم الحلقه واطلع بكره الحلقه بكره وما اطلعش على الشاشه. قال لك ما حدث من امام للاهلي وعلاقته بمبادئ الاهلي. اتسال السؤال ده. قال لك هذه عمليه ابتزاز. ماذا لو قلت انني لا اريد ضم امام عاشور؟ هل هيقولوا وقتها ان احنا عندنا مبادئ وقيم؟ هناك من يريد باستمرار الابتزاز بكلمه المبادئ او يهددوك بيها او ينكروا. ده موضوع يخصهم ما يخصناش احنا. لا ده انا طبعا مش موافق على ولا كلمه بيقولها. ليه؟ هو ده هو راجل ابتزاز ايه وبتنجان ايه؟ شوفنا دي من الحاجات الايجابيه في موضوع امام ان الاعتذار والتراجع وكل ده ما كانش ساعتها محسوب على الاهلي ولا في مفاوضات مع الاهلي، يعني ساعتها كان لاعب في ميتلاند. مظبوط. فبعيدا عن انت عارف لو الاهلي جابه وقال له تعال اعتذر علشان تلعب في الاهلي كان ممكن. وقال لك مبادئ الاهلي تخص وتخص العاملين فيه ولم يفرض اي منا مبادئه على جهات اخرى. لا 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 هو يقول اللي هو يقوله بس انا مش مقتنع باللي بيقوله. ما رايه؟ لا ما طيب ما انا بقول لك وده رايي. انا مقتنع برايه. ولا مش مقتنع برايه. أنا مقتنع برايك. لا ولا أنا مقتنع. أنا مقتنع يا أخي. تقتنع براحتك. أنت لازم تقتنع. طيب. إحنا كده لازم نختم. أنا بس هختم بيه البيان بتاع بيراميدز فين يا شباب بسرعة. بيراميدز عمل بيان كويس جدا محترم بعد متابعة للأمور في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة. لمسنا تحسنا ورأينا اتجاها لتحقيق العدالة وتركيزا من أجل تحسين الأوضاع مستقبلا. قرر مجلس إدارة بيراميدز الاستمرار في استثمارات كرة القدم المصرية خلال الموسم المقبل على أمل المزيد من التحسن مع العمل بإخلاص وبكل قوة في تمثيل الكرة المصرية بأفضل صورة ممكنة محليا وقاريا في سبيل رفعتها وتطويرها على كافة الأصعدة. طالما الناس بتاخد خطوة الملاك بتوع بيراميدز للأمام احنا معاهم في هذا الأمر. استاذ خضر شرفتنا. نور استاذ الشباب. نور استاذ الشباب. تاني بس هختم بحاجه ان النادي الاهلي نادي كبير ونادي محترم وعمري ما بقلل من النادي الاهلي. وامام عاشور اهم صفقه. واللي يقول لك اي واحد زملكاوي يقول لك اصل اللعيب من اهم الصفقات وضربه موجعه. لكن ما حدش كلمنا على مبادئ في كوره ثانيه. ما تحرجناش يا خضر. ما حدش كلمنا على مبادئ في كوره ثانيه. بس. خلاص انا افتكر كلمتين. دكتور وليد شرفتنا. شكرك شكرا جزيلا. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. بكره ان شاء الله اذا كان لنا عمر في تمام انا عشان تعبان مش قادر اخد اناهد معاك.